إذا نحن في اللجنة الثقافية بمطر توجهوا إلى نادي المسرح. شوفوا العروض والمعروضات من الكوستيم دي كوستيم. شاهدوا أهلا بسي كمال. أهلا لعيك سي كمال كعبي، شنو حوالك؟ عايش. سي كمال كعبي ما شاء الله، شوف لي كوستيم. شنو هذا؟ كانت نجم تعطينا لمحة. بو هذا دي كوستيم دي تياتر، معناتها فما الانيماسيون، فما بتاع عروض مسرحيه، فما دي مارونيت، فما دي كوستيم زاد بالصغيرات، فما الديكور، فما حتى لي كوستيم هذوك مش واضحين زاد رجل فيهم. دي ماسك مثلا، فما لي بروفيسيونيل، فما الاماتور. هذوك نديرو ثم الكوميديا ديال الارت، فما الكوميديا تاع الانيماسيون زاده، لي بيروك، فهم زي عندي الكوستيم حتى لي كلون وكل شيء، مي الاسباس ظريف شوية، ثم لي مارينات بأنواعها معناتها بالخيوط ولا باليد هذوك اللي يخدمو. إن شاء الله احنا نسعو باش نعملو نادي مسرح للأطفال باش على الأقل شوية حركية هكا، عرض معناتها عروض تعمل عود مسرح تربوي كي معناتها وليدات صغار باللونجلي بالعربيه بالفرنسيه، مفيد نعملوا مسح اطفال يعملوا جو يتفرهدوا ولما لا، ان شاء الله يجي نشوفوا زاد يشوفوا المعرض هكا يبدينا فيه، معناتها اللي شابو برشا حاجات عندنا مازلنا باش نزيدوا ربلوه. هل المعرض هذا مخصص معناتها لزياره الاولوياء باش تعرف بال والله المعرض انا كي عملته ما عنديش غايه موحده، غادي انه الناس تعرف سواء ولي ولا طفل ولا اللي يهمه شان الطفوله، معناتها اللي يحب يجي مرحبا به. وانا عملته هكاك كيما قبل بليزير، معناتها عندي دو كوستيم حبيت نعمل حاجه. مالوريزمون الوقت ما يكفيش، بقى فما دي فوتو نعمل حتى حاجات ما خير من هكا، اما كبدايه نعتبرها معناتها محاوله. ان شاء الله ان شاء الله تكون ناجحه. ان شاء الله. كمال الكعبي برشا عباد في مطر من فئات عمريه يمكن اقل منك عمر ما يعرفوش كمال الكعبي، لو كان تعرفنا بكمال الكعبي شكون؟ صحيح صحيح، نجم يكون تقصير مني انا كما نجم يكون تقصير من المهم. انا ممثل مسرحي محترف، خدمت وقريت في مركز فنون دراميه بالكيف، خدمت مركز فنون دراميه في صفاقس، خدمت مع شركات خاصه في تونس، وعملت زاد مشروعي وحدي شركه خاصه بتاعي، ونخدم مع خدمت تلفزه 9 مسلسلات، بون ثم اللي يعرفوا زوج مسلسلات، زوج افلام 10 تطويله، ومسرحيات 17 مسرحيه في الاحتراف معناتها، وعندي مسرحيتين انتجتهم وحدي للاطفال والكبار. لو كان تعطينا اسماء المسرحيات هذوما اللي انتجتهم ولا المسلسلات اللي معروفين؟ مثلا عودة المليار، حسابات وعقبات، بين الثنايا، جري حمود، الدنيا، برشا مسلسلات ما استحضرهمش من 2003 معناتها. ما شاء الله تاريخ كبير معناتها في المسرح وفي مطر، ما نقولش برشا عروض في مطر. عندي تجربه معناتها من بديت من 95 انا في الاحتراف، لكن انا قبل من انا صغير بديت في دار الشباب، حتى في اللجنه انا بديت انا في اللجنه معناتها ملي انا صغير معناتها 15 سنه نخدم مع مجموعه كنت قبل. ولاباس قاعدين نكونوا في روحنا انا خطوه خطوه، ان شاء الله نوصلوا معناتها نعملوا ناسوا معناتها حاجه باهيه في مطر. الهدف توا من اللي تحب توصل له من خلال هذا المعرض تحفون بخلال هذا الكوستيمات المعروضه، الهدف اللي تحب توصل له شنو؟ توصل في مطر تحب تكون في مطر؟ والله هو قبل كل شيء هو باش انا غرامي، هو انا غرامي غرامي المسرح، ويزيد حتى الوليدات، ثم عندنا برشا اولياء يحبوا وليداتهم معناتها يتعلموا مسرح، يحبوا وقت الفراغ يعرفوا مثلا، خاطر المسرح مش بشرط يحفظ نص ويمثل كاهو، ثم الديكور، ثم مثلا كيفاش يعمل التمارين الصوتيه، كيفاش يعمل تنمي له الخيال، يعرف شنو الملابس، شنو اللبسه هذه، شنو فيه معناتها علم كامل على المسرح، فهمتني؟ وان شاء الله باش نعملوا تجربه ان شاء الله تنجح ان شاء الله، خاطر في مطر معناتها عندنا كفاءات وعندنا برشا اطفال موهوبين برشا، لكن للاسف ما عندهمش فين يلبوا رغباتهم. فماش عروض هكايا موجوده باش توجد في مطر باش تعملها بكمال الكعبي باش تعملها؟ انا عندي عرض وين منشور للاسف الشديد، معناتها عرضت في المهرجانات ما عدا مطر، وهو 16 مسرحيه و 17 مسرحيه ما عرضتهمش في مطر، ما عدا فين ظهر لي. وللاطفال عندي زاده مسرحيه بور انفون، ونحضر في خدمه ان شاء الله جديده للاطفال ان شاء الله. شكون توجه التقصير هذا ربما؟ اللي انت ما تعرضتش في مطر والور كي تعرض في بلايص اخرى، معناتها هذا انا واحد من الناس كمواطن عادي معناتها مطري نطرح السؤال علاش؟ والله برشا ناس باش يطرحوها راهو اللي بيشوف فيديو باش يقول لك علاش مالا والله علاش ما تعرضتش لهنا؟ ما عادش نحب نسال السؤال هذا، ما نحبش نطرحه جمله لاني تجاوزته، فهمتني؟ اني نخدم كل حاجه بوحدها وكاو، لانه
التقصير من الجهه باش نقول لك من محلي جهويا مثلا باش يكون يعاونك مثلا باش يكون يسمعك دونك حتى كي الكوستيم هذا تشوف فيه هذا كل ملكي الخاص شريته بفلوس الخاص ومزال عندي تنوري ما شاء الله معناتها خلينا نعملوا دوره معناتها باش نشوفوا هذه عينه بارابور الموجود اللي شفته عندك لا ما جزء بسيط جزء بسيط من اللي شفته دونك هذه معناتها مصاريف من المكتب الخاص شكون يستعرف لك من بعد بهم الله اعلم لكن مانيش عامل ما انا باش نعمل نسيه على حد انا عامل معناتها حب غرام معناتها حتى دي كوستيم ثمن ما يتبهولهمش العباد دي كوستيم هذوما هذا كوستيم هذا يشوفوا عادي وهو كوستيم يتلبسوا دي كوستيم يتلبسوا نجوا فهمتني يصلحوا مثلا الخدمه مثلا مثلاش حاجه مجانيه معلقه هنا كل شيء هذاك النمر اللوت هذاك كوستيم كلهم كوستيم تشوف فيه كله كوستيم راه مش هذا مثلا السرار جي السرار النملة فهمت هاي النملة موجودة ها حتى الراب تاع النملة عندك الفيلوك بتاعها والواحد كذا فهمت حتى لي ماسك هذو مثلا دومي ماسك مثلا نهبط العلم معنا الدومي ماسك مش كيما الماسك كامل هذا مهم مش نحكوا على ذوم مثلا تاع كوميديا دلارت اللي هما مثلا هذوما يتكلموا بها شطر نصف قناع ثم قناع كامل هذه فيها عالم يتقرا وتشاف فهمتني مش للزينة برك ان شاء الله ان شاء الله احنا الوليدات باش نعطوهم مجال باش يبدعوا هما باللي مارونات خرافات حكايات نعمل اسس معناتها ارضيه باش الصغير يتفرهد باش الصغير يعمل ينمي خياله فهمتني احنا ديجا والله ثم شكون شاب قال لكم يخوف قلت له بالعكس خليه يشوف احتمال الصغير ما عادش يخاف تو باش يشوف ممكن ما يستعملهمش جست ديكور هذيك اما ليسونسيال هاو العالم تاع الاطفال هاو لي كوستيم عندنا حتى دي بيرسوناج عندنا مثلا هاو دي كوستيم مثلا دي روب هاي نتاع مثلا ها مثال هذه نتاع حمراء الذيب كيفاش يلبس الروبه نتاع حمراء واللي هو يتنكر فيها مثلا مش شخصيات اللي باش تخدم سيدي بارك الله فيك وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا متفائل ديما خير ديما عندي التفائل انا فهمتني وهذه تحيه من صفحه مطر ليك والله التحيه اللي باش يتفرج فينا فهمتني ان شاء الله مرحبا بكم وكل سواء مطري ولا مش مطري معناتها مرحبا بالناس كلها عايش بارك الله فيك.